لينا طبعا يعني محققة ذهبية دورة الألعاب الأفريقية اللي كانت في المغرب مؤخرا في الفرق وبرونزية الفردي، وطبعا الوسام حصلت على تكريم من السيد الرئيس وسام من الدرجة الأولى. خلينا ابتدي معاكي بدورة الألعاب الأفريقية، كلميني عنها، استعدت لها إزاي والصعوبات اللي انت واجهتيها في البطولة؟ هو احنا اصلا ما كناش بنستعد لدورة الألعاب الأفريقية، بس كان في قبليها بطولة العالم، وكان قبليها برضو بطولة أفريقيا كانت في مالي. فاحنا كنا عاملين زي معسكرات كده، يعني كل ده من كل ضمن فترة. الاستعدادات. هو كل يعني كل قبل بطولة لازم معسكرات، بس بيبقى أسبوعين معسكر أو ثلاثة، وبنقعد بقى كذا مرة يعني كذا معسكر قبل كل بطولة. بس بيبقى فتنس بقى وسلاح وجري وتغذية وكل حاجة. البطولة كانت في المغرب، كانت في المغرب، وخدتوا أول فرق. منافسة كان أخبارها إيه؟ احنا مصر الحمد لله كانت مكتسحة، يعني بجد يعني ما شاء الله. يعني معاكي مين في الفريق؟ كان معايا نور منتظر وندى حافظ ولوجين الفرماوي، دول زمايلي يعني في التمرين. طيب الفرق اللي انتوا لعبتوها كانت مين؟ منتخبات ايه؟ لعبنا المغرب، احنا اصلا عشان احنا كان تصنيفنا عالي فلعبنا السيمي فاينل باين، وبعد كده فاينل على طول. السيمي فاينل كان مع المغرب؟ لا، الفاينل كان مع المغرب، بس انا مش فاكره السيمي فاينل كان مع مين. طيب البرونزيه قبل الهوا قلتي انا مش عارفه ايه اللي حصل، بس انا ما كنتش كويسه. ليه؟ هو ساعات اللعيب مش دايما بيبقى في فورمه اللعب، يعني ساعات بيبقى فيه كده ايه ابس اند داونز، يعني مش على طول اول ومش على طول تاني ومش على طول تالت، دايما بننوع بقى، نحب ننوع. بس انا فعلا اليوم ده انا ما كنتش فايقه فيه يعني، بس عادي يعني، خير ان شاء الله نتمرن اكتر بقى. لعبتي الفرق الاول ولا الفردي الاول؟ لا طبعا الفردي بيبقى الاول. هو بياخدوا ثلاثه بس من مصر، والفرق بتبقى اليوم بعديه على طول بياخدوا اربعه يعني. بس